جاء إعلان تأسيس المجلس الوطني الاتحادي كإحدى السلطات الاتحادية الخمس التي نص عليها الدستور، مع إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971 ليجسد حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله على اختيار الشورى نهجاً للحكم وإتاحة فرصة أوسع أمام المواطنين للمشاركة في تحمل مسؤوليات العمل الوطني، حيث عمل المجلس الوطني منذ انعقاد أولى جلساته عام 1972 على ما أوصى به المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو تأكيد نهج الشورى الذي تتبعه الإمارات وشفافية العلاقة بين الحاكم والمواطنين، حيث إن المجلس الوطني الاتحادي بات مقراً لتبادل الآراء والمشورة حول مختلف المواضيع والأمور بشتى مجالاتها. وحرص المجلس الوطني الاتحادي أيضاً منذ تأسيسه على المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء والتطور والتنمية، متسلحاً بدعم القيادة الحكيمة ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وذلك تعزيزاً لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، فضلاً عن حرصه خلال الفصل التشريعي 16 الحالي على تطوير أدائه باستشراف المستقبل وتبني وإطلاق أول استراتيجية برلمانية للأعوام 2016-2021 التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية في الدولة والمنطقة، ونموذجاً للعمل البرلماني المتوازن الحكيم الذي يقدم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات ودعم توجهات القيادة الحكيمة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة الدولة وريادتها العالميّة.